بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أحمد مصلط من قسم العلوم الحياتية بكلية العلوم في جامعة اليرموك. يسرني اليوم أن أقدم لكم كتاب زيادة الوزن والسمنة ضمن سلسلة وصل حديثا التي تنظمها مكتبة الحسين في جامعة اليرموك. الكتاب من تأليف دكتور بشير جرار والدكتور مشرف الرويلي، وهو عبارة عن من حيث المبدأ دراسة بحثية تحتوي على منهجية البحث وعلى النتائج وتحليل هذه النتائج والوصول إلى توصيات، ولكن هناك أيضا ثلاث فصول تعنى بالنواحي النظرية لهذه الدراسة. فالشق الأول يستفيد منه الباحثين في هذا المجال والمتخصصين، ويستفيد من منهجية البحث والحصول على النتائج وطرق تحليل هذه النتائج والوصول إلى التوصيات. وهناك الخلفية النظرية والتي أيضا تقع في ثلاثة فصول. الفصل الأول يتحدث عن مسببات السمنة من حيث الغذاء والعوامل الوراثية واضطرابات النوم ونمط الحياة والاضطرابات الهرمونية. وهناك فصل آخر يتحدث عن مخاطر السمنة التي قد تؤدي إلى السكري وأمراض القلب وحصى المرارة والتوتر والضغط العصبي والضغط الدم والسرطان وآلام المفاصل والمشاكل التنفسية. وأيضا الفصل الثالث يتحدث عن واقع السمنة عالميا. وينتهي هذه الدراسة وهذا الكتاب بفصل يتحدث عن التوصيات التي يعني يستفاد منها في مكافحة زيادة الوزن والسمنة. أتمنى لكم قراءة ممتعة. الآن الكتاب متوفر على رفوف مكتبة الحسين في جامعة اليرموك. يستفيد منه طبعا الباحثين المتخصصين، وأيضا يستفيد منه كافة طلبة الجامعة والعاملين في الجامعة من إداريين وأعضاء التدريس لبعده الثقافي الذي يقع في ثلاثة فصول كما ذكرت. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.